بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج STC. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل النفسي والسيكولوجي ومع المحاضرة العاشرة والتي عنوانها احترس من إدمان التداول. أحد أشهر أمراض التداول ما يعرف بفيروس التداول الذي يسيطر على عقل المتداول، وهو ما يجعله واقع تحت مسمى مدمن تداول. والله العظيم إدمان فعلا. وإن كنت لم تدخل عالم التداول ولم تجرب التداول، اسأل الناس اللي جربت وسوف تسمع العجب العجاب. سترى متداولون يقولون لك أنهم مهما تكبدوا من خسائر ومهما بعدت المسافات والأزمنة بينه وبين التداول، فإنه لابد يوما ما أن يعود إليه مرة أخرى. طيب، مبدئيا كده أيها المشاهد والمستمع الكريم، اعلم أن هناك نوعين من إدمان التداول. الأول هو إدمان الصفقات العشوائية، والثاني هو إدمان عملية التداول نفسها. كان هذا هو الإجمال، وسنوليك حالا بالتفصيل. النوع الأول هو إدمان الصفقات العشوائية. هذا النوع تكلم عنه مارك دوغلاس في كتابه الرائع التداول في المنطقة، والذي أنصح الجميع بقراءته. فقال: إدمان الصفقات العشوائية يكون شائع جدا عند المتداولين المبتدئين، بيكونوا في الغالب جدد على بيئة التداول. تجد هذا المتداول الغلبان، طبعا الغلبان دي من عندي أنا وليست من كلام مارك دوغلاس، تجده بمجرد أن يتعلم فتح الصفقات وهوب يلا بينا يا معلم شغال تداول عشوائي ليل ونهار في أي مكان وفي أي زمان وبأي طريقة عشوائية. ومن هنا بداية المشكلة، حيث أنه قد يحالفه الحظ ويكسب صفقة أو اثنين أو أكثر، وكلها صفقات عشوائية بالطبع لكونه متداول مبتدئ لم يتعلم أصول التداول ولم يأخذ الوقت الكافي في التدريب. بمجرد أن يكسب عدة صفقات يعتقد أن التداول عملية سهلة وبسيطة وميسرة، مجرد ضغطة زر تجعله يكسب ويربح الأموال الكثيرة. وهذا من أسوأ الأمور التي يتعرض لها المتداول المبتدئ، والتي تكون سببا مباشرا في إلحاق الضرر به فيما بعد، حيث يحدث له ضرر مادي ويخسر كل أمواله، مما يؤدي فيما بعد إلى تصفير رصيده وخلو محفظته، ويترتب على الخسارة المادية طبعا ضرر معنوي وألم نفسي وعاطفي وإحباط ثم إحساس بالفشل. وخاصة إذا كان الفلوس التي كان يتداول بها ليست فائضة عن حاجته، والطمة الكبرى إذا كانت مصاريف بيته أو أولاده أو كانت فلوس سلفها أو مقترضها. عشان كده ننصح بعدم التداول العشوائي، ولا تتداول إلا بعد التعلم والتدريب واتباع الإدارة المالية الصحيحة. ألا تتداول بأكثر من 3% من رأس مالك 3 مرات في اليوم، ويا صابت يا خابت، ولا تخاطر بأكثر من ذلك. أما النوع الثاني من الإدمان فهو إدمان عملية التداول نفسها، وهذا النوع هو عكس النوع الأول تماما، حيث يدمن المتداول العملية نفسها بأي نظام تداول وبأي استراتيجية. حكى لي أحد الأصدقاء تجربته المريرة في التداول، فقال: كنت كل ما أسمع عن نظام جديد، سيستم جديد في التداول، أو استراتيجية جديدة، أو إشارة حديثة، أجري على المنصة وجربها وتداول بها مهما كان مصدرها ومهما كان قائلها ومهما كانت مصداقيتها. وبمجرد
ما كنت أحقق مجموعة من الصفقات الناجحة عبر هذه الاستراتيجية أو غيرها، كنت بتخيل نفسي إن أنا راجل جدع وإن التداول سهل ولطيف ومفيش أحسن من كده. كنت أقول لنفسي والله برافو عليا، إزاي أنا بحقق هذا الكم من الصفقات الناجحة بهذا الكم وبهذه الكيفية وبدون بذل أدنى جهد؟ طبعا كل ده كان على الحساب التجريبي. ثم يكمل صديقي قائلا أنه استطاع تحقيق كم كبير جدا من الصفقات الرابحة بهذا الشكل البسيط السهل وبدون مجهود يذكر، بمجرد ضغطة زر واتباع سيجنال معين، ولا زال الربح مستمرا. ولم أكمل شهر على الحساب التجريبي حتى أصبت بالغبطة والفرح والسرور وفتحت حساب حقيقي، ومن هنا بدأت المشاكل. يقول صديقي: أولا أدمنت الصفقات العشوائية لأن كان في اعتقادي إن النجاح اللي أنا حققته على الحساب التجريبي أقدر وبسهولة أحققه على الحساب الحقيقي، وكانت الطامة الكبرى. يكمل قائلا: انتقلت من الديمو إلى الحقيقي وأنا مفعم وممتلئ بالطاقة والحيوية والنشاط والأمل والثقة المفرطة في النفس نتيجة نجاحي على الحساب الديمو، وبدأ مسلسل الخسائر على الحساب الحقيقي. ومع كل صفقة كنت أخسرها كان كل شيء في داخلي يتغير، وأصاب بشعور غريب، ألم حاد في ظهري وخيبة أمل كبيرة في نفسي وعدم تصديق لما يحدث. يقول: ضاق صدري وبدأت أتداول بعشوائية أكثر من الأول بدون بقى مراعاة لا إلى استراتيجيات ولا إلى إشارات ولا إلى أي نظام تداول. حصل لي نوع من عدم الاتزان، كنت أشعر بسعادة لا توصف عند نجاح أي صفقة وإن لم أخطط لها، وكنت أشعر وكأن روحي تخرج من جسدي مع كل صفقة كنت أخسرها. عيني لا تتحرك من على عداد الرصيد وهو يتناقص أمامي، وفي النهاية خسرت كل أموالي. لجأت إلى الله وقلت: يا رب، وبدأت أعيد حساباتي من أول وجديد إلى أن تعلمت التداول. وأعلم أخي المتداول أن هذه القصة حقيقية تماما، وهذا ما حدث مع صديقي عامر نفطي اللي أصبح بعد كده مصمم وخبير أسواق مال وأعمال، وهو صاحب كتاب البساطة سر النجاح، وله استراتيجية مشهورة في عالم التداول من تأليفه، ربح منها $1,000,000، وألف كتاب اسمه استراتيجية $1,000,000. هسيب لكم رابط هذا الكتاب في صندوق الوصف، اللي حابب يشوف رحلة هذا الرجل ويتعلم من هذا الرجل سوف يتعلم أشياء كثيرة جدا. وفي النهاية إياك وإدمان التداول بنوعيه: اتعلم أصول التداول صح، التزم بإدارة مالية صح، التزم بالاتساق والانسجام والتوازن بين التحليل الفني والنفسي أثناء التداول، وفي الآخر أعرف إن ده رزق، لو ربنا كتبه لك هتاخده، لو مش كتبه لك مش هتاخده. بس أهم حاجة لما تيجي تتداول ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله حق توكله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، آمين يا رب العالمين. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.